اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي النهارده على وضع قائمه بعقوبات اقتصاديه تستهدف عمليات التنقيب التركيه عن النفط والغاز في مياه قباله قبرص، لكن القائمه لن تضم اسماء في الوقت الحالي. وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي اتفقوا على وضع اطار عمل لاجراءات عقابيه بتستهدف الاشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن اي شيء بهذا الشان او المشاركين في انشطه التنقيب غير المشروعه عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط. ده بيأتي أيضا في إطار العقوبات على تركيا.